حصلت على المركز الرابع في إبداع 2022. أكيد أنا الحين مرة فرحانة بالمركز. أبغى أشكر كل اللي دعموني، أبغى أشكر أهلي، مدرسة، وكل اللي دعموني. أبغى أشكر موهبة أكثر شيء، عشان إنهم عطونا هذا الفرصة إننا نسوي شيء، يعني إننا نروح المعرض جميل كذا، وفرصة جميلة راح تساعدنا في مستقبلنا إن شاء الله.